الدراسات الإحصائية التي تعود في المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن أكثر من 80% من الجرائم الموصومة بالعنف والاعتداءات الخطيرة بالسلاح الأبيض مرتبطة بالسيدات قصد الوجه، وأن هذا الصنف يبقى المسؤول مباشرة عن جرائم القتل والسرقات والاغتصاب والانتحارات المجانية، والتي قد ترتكب بشكل لا إرادي ودون إدراك من الفاعل. كما نسجل أن اللغة قطعا طويل بين ساعات أقراصها الوجه والشغب الريالي وما أول صحيح صنعاني كذلك في دائرة شامين والعب داخل الوسط المدرسي، وهو أن التدخلات الأمنية الميدانية والعملية الشرطية التي ما فتئت مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعدامات العامة لمكافحة هذه الظاهرة إن استهلاكا أو تجارتها. زد على ذلك تدعيم إجراءات المراقبة الأمنية بالملفات الحدودية للمملكة لمنع تهريب الأقراص خاصة من الجهة الشرطية، حيث تمكنت المصالح الأمنية للمملكة من حجز أكثر من 458,176 قرص مخدر ما بين سنتين 2013 و2014، ومعالجة 1948 قضية وتوقيف 2433 شخص مشتبه في ترويج هذه الأقراص المهلوسة. كما تم خلق خلايا أمنية مختلطة خاصة بالمدارس، هدفها الأساس هو تنقية المحيط المدرسي من المتعاطين والمروجين لهذه الأقراص، وقد تمكنت هذه الفرق على الصعيد الوطني من توقيف 1412 شخص مشتبه فيه و200 أشخاص مهلوسة، وذلك تحصيلا للاجيال القادمه ضد الانحراف والاعتماد في براثن الاجرام. ضابط شرطه ممتاز رئيس فرقه الشرطه القضائيه بالداخل. ياتي هذا اللقاء التحسيسي في اطار انفتاح المديريه العامه للامن الوطني على محيطها المجتمعي، وفي اطار تشارك مع فعاليه المجتمع المدني في محاربه ظاهره اخرى المجتمع، الا وهي ظاهره تعاطي المخدرات وخاصه حبوب الهلوسه. هذه المخدرات التي تؤثر على المجتمع وتؤثر على الفرد وتؤدي الى انتشار كثير من الجرائم، خاصه الجرائم تكون جرائم بشعه اللي كيرتكبوا الناس اللي كيتعاطوا هذه المخدرات، كتكون جرائم القتل، جرائم دمويه، جرائم تعاطي الدعاره، يعني تنخر المجتمع بمعنى الكلمه. في هذا الإطار جاء التوعية من جهة لعدم تعاطي هذه المخدرات، وكذلك لإبراز الدور الذي تقوم به المصالح الأمنية للضرب من حديد على جميع المروجين وكذلك المستهلكين في نفس الوقت، حتى يكون لنا أجيال صالحة في المجتمع خاصة في المحيط المدرسي، حيث تقوم المصالح الأمنية وفي إطار خلق خلية مدرسية مكلفة بتنقية المحيط المدرسي لمحاربة جميع أنواع الجرائم خاصة المخدرات، وذلك حفاظا على الناشئة وحفاظا على الأجيال القادمة التي هي رجال سيكونون رجالات الغد. دكتور عصام عهدي، رئيس مصلحة الصحة العمومية والمراقبة الوبائية بالمديرية الجهوية للصحة والداخلة. ارتأت المديرية الجهوية للصحة بشراكة مع ولاية واد الدهب القويرة تنظيم هذه الأيام التحسيسية الأولى حول المهدئات والمنومات المستعملة خارج النطاق الطبي، ذلك نظرا لخطورة هذه الظاهرة على الشباب الداخلة والشباب المغربي بصفة عامة. الاستفحال ديال هذه الظاهرة هذه اللي الاسباب ديالو كثيره ومعروفه، منها لما هو اجتماعي، منها لما هو اقتصادي محض، منها لما هو امني كذلك. فهاد الايام تنتوخاو التحسيس بالخطوره وتقديم بعض التوصيات وبعض الحلول اللي ممكن تساهم ولو بصفه نسبية في الحد من هذا الظاهرة. البرنامج يكون بإقامة واحد اليوم دراسي اللي يكون فيه نقاش عام حول الظاهرة هذه من جميع الأبعاد ديالها، الاجتماعية الطبية والأمنية، وكذلك القيام بحملات تحسيسية سواء في السجل المحلي للداخلة أو في مدينة الداخلة بصفة عامة. يعني واش المديرية واش المدارس
كاين برنامج في هذا المجال هذا باش نهبطوا المدارس والثانويات والمعاهد اللي كاينين في الداخلة في هذا الإطار، والبرنامج اللي ممتد على السنة ككل، ماشي في يومين ولا في ثلاث أيام. مصطفى موزون، رئيس جمعية تنمية الطفولة والشباب فرع الداخلة. اليوم في إطار الفعاليات ديال الأيام التحسيسية حول يعني موضوع ديال المخدرات، كما كنعرفوا حنا كمجتمع مدني الدور ملقى على عاتقنا بشكل كبير أننا نوجهوا الشباب ونوجهوا الأطفال ونوجهوا اليافعين من أجل أننا نحاولوا اللي كنقول نعطيو يعني حلول أخرى ونعطيو أسباب أخرى ونكتفيو من فقط تفسير ويعني وتوضيح ديال هاد الأشياء. المخدرات راه كنعرفوا الاستفحال ديالها في المجتمع، تنعرفوا الواقع شنو اللي فيه. اللي مطلوب الآن اللي كنقولوا اللي مطلوب هو حلول، صحيح لا للمخدرات لا لكذا، ولكن خاصنا نعم لاش، خاصنا مراكز توجيه والمصاحبة، خاصنا المساعدة النفسية والاجتماعية، خاصنا كذلك مراكز دور الشباب أن تهيئ فضاءات أخرى، ما تبقاش مجرد جدران، خاصنا مجموعة ديال الأشياء اللي غادي تفتح يعني لهذاك الشاب اللي غادي يحاول أنه يفكر باش يدمن ولا أنه باش يتخدر أنه يلقى واحد الحلول أخرى اللي غادي يخدم بها. ومن هذا المنبر هذا كنحيوا هذه البادره هذه، وكنتمنوا انها تمشي بشكل اللي هو كبير وفي افق اننا نحاولوا ما امكن نقلصوا عدد المخدرات. وردي حنان، رئيسه جمعيه الريان لمحاربه داء السرطان والتكافل الاجتماعي بجهه وداب القويره. انا اليوم متواجده في هذا اللقاء التحسيسي اللي قامت به جهه وداب القويره والمديريه الجهويه للصحه في تحت شعار الادمان والأدوية المتعطية للمخدرات. ومن هذا المنبر ومع أن هذا هو الدومين اللي تنشتغلوا به كمجتمع مدني أو كجمعية الريان، هو التحسيس في المدارس وفي الثانويات وفي بعض منازل الأسر اللي تنحسهم بخطورة هاد المخدرات وهاد اللي تتأدي إلى إتلاف شخصية الأطفال أو الشباب، وهاد المخدرات تتهدد الشباب وتتهدد بلادنا، لأن أي حاجة تتهدد بلادنا ولا شبابنا إحنا ضدها. ومن هاد المنبر تنقولوا نديروا يد في يد المجتمع المدني والسلطات المحلية والمديرية الجهوية للصحة باش نحاربوا هاد الظاهرة، مع أن هذه مدينة صغيرة.